كنت أنا في لبنان لسه تلميذة، وطبعا مصر كانت هوليود الشرق ولسه يعني هي أمال كل فنان. فكان أستاذ فريد الأطرش في لبنان معزوم على الناس أصحابنا على العشاء، وحبوا إنه هو يسمعني، لأن أنا كنت دايما أقول لهم هو صديقكم أما تشوفوه خليه يسمعني وكده. فأول ما أنا جابوني على العشاء وابتديت أغني، طبعا أستاذ فريد الأطرش موسيقار مهم كده قاعد، اترعشت وخفت وكان صوتي نيلة. فقال لا ما تنفعيش دلوقتي، خليكي في دروسك لسه صغيرة، واما تكبري ان شاء الله بقى اسمعك تاني. فطبعا ليلتها ما نمتش وقعدت اعيط عياط ما حصلش. هو قال انك ما تنفعيش او صوتك ما ينفعش، يعني صوتي ما ينفعش. كنت صغيرة ولا عشان كنت صغيرة قوي وكان صوتي لسه صغير وبترعش، ما اعرفش اغني، كنت بس اقول مواويل لبنانية. فطبعا في نفس السنة كان في مندوب السيدة آسيا داغر في لبنان، وبرضه حاولت ان هو احنا اخر السنه بنعمل مسرحيه في المدرسه، وكنت انا عاملين الاميره هند في المسرحيه، وهو بناته كانوا معايا في المدرسه. فسمعني شافني اني مش بطاله، فقلت له الله يخليك يا ريت اروح مصر وكده. فبعت صورتي لمدام اسيا ووافقت على طول على حسب الصوره، فعملت لي القلب له واحد اللي هو اخراج استاذ هنري بركات ونجح قوي. فطبعا هو لما شاف الفيلم ده بقى لما شاف الفيلم استاذ فريد الحقيقه هو اتصل وقال انا عايز اعمل فيلم معاكي اسمه بلبل افندي، وعجبتيني قوي في الفيلم، صحيح لسه صوتك نص ونص لكن دمك خفيف، وانا عايزه يعني اقف جنبك واساعدك وكده. فعملنا بلبل افندي ونجح قوي قوي، ونجحت انا استاذ فريد، وبقينا من وقت الفيلم ده زي الاهل اكتر. يعني انا عايشه كنت في عياه، في زعله، في حبه، في كل حاجه في حياته انا كنت اكتر من اخت له. وكان في غنوه سايبها لي على شريط وقال بصوته يعني دي لحبيبتي الصبوحه، كانت لبست له احلى فستان ملون من كل الالوان، غنيتها في مسرحيه. اسم ساندريلا بالنسبه لك له ذكريات؟ له ذكريات طبعا مع استاذ فريد اكيد، ومع عبد السلام نابلسي الله يرحمه، ومع اسماعيل ياسين، كل الناس اللي فقدناهم دول كانوا هم معايا في المشهد ده وانا عامله سندريلا وبيغنوا لي. واول فيلم ابتديته كان استاذ اسماعيل ياسين. ده كان من خلال فيلم ايه؟ اوبريت. كان لحن حبي. لحن حبي. طبعا الاغاني العربي كل الاجانب لما بيسمعوها بيحبوها قوي، بيحبوا الايقاع بتاعها. واخر طبعا يا دلع زي ما قلت لك كل ما اغنيه لغايه دلوقتي ناجح جدا. فاخيرا حتى غنيته في لندن وواحد عمل عمايل على اللحن، انا افتكرته طبعا مصري لبناني يعني كده، سالت قالوا لا انجليزي، كان بيرقص على اللحن وهيص وينط كانه يعني انسان مصري بيسمع. فكنت طبعا مبسوطه جدا يعني للتجاوب ده، ويا دلع افتكر لحن ما بيموتش. وحتى دلوقتي موضه في كل المطارح في لندن بيغنوا اغاني استاذ فريد، وخصوصا غنوه يا عواز الفلفله، فاغانيه ما بتموتش وهو دايما عايش معانا يعني الحقيقه ما نقدرش ننساه ابدا.